إلى التفاصيل، وزير التعليم يناقش فرص وتحديات الاستثمار البشري أمام قمة تنزانيا. شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لليوم الثاني على التوالي في فعاليات قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023 والمنعقدة حاليا في تنزانيا. وعلى هامش القمة شارك في المجلس الوزاري العام والذي عقد بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري، كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل، واستعرض التجربة المصرية لتأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل.